تكاد تكون الدقائق معدودة لانتهاء المهلة المحددة لتنفيذ إرادة الشعب المصري اللي نزل حوالي 32 مليون على مختلف محافظات مصر كلها. يبقى احنا كده بنقرأ بنقول ان كيفية رسم خريطة الطريق مرة أخرى بعد استرداد دولة مصر من الاحتلال الإخواني، وأعتقد ان هو كده دعا أغلب ممثلي الشعب لكيفية إدارة هذه المرحلة مرة أخرى. وأعتقد أن احنا ابتدينا نحط رجلينا في سياق الطريق الصحيح، أيا يكن. لو احنا عندنا بعض التحفظات على أشخاص أو ما عندناش، كلنا دلوقتي متماسكين وكلنا دلوقتي ساكتين وما عندناش أي نوع من أنواع الاعتراض على شخص بعينه لحين عبور هذه المرحلة الخطيرة، لأن احنا بنتكلم على دولة، ما بنتكلمش دلوقتي على موضوع انتخابات ولا على مين هذا الشخص أو ما هو يعني مين أو ممثل مين. يمكن خليني أقولك صراحة، كان يوجد بعض الخلافات ما بيننا في النقاشات وفي الحوارات، ولكن وصلنا لدرجة ان احنا سكتنا، احنا مش في نزاع بيننا وبين بعض، لكن احنا في نزاعنا الاكبر وهو كيفية استرداد دولة مصر. يمكن احنا امبارح كانت المهلة بتاعتنا احنا كشعب مصر وكقوة ثورية وكشباب وكل البني ادمين، مش عايز اخصهم بقوة ثورية فقط، ولكن ككل الجماهير اللي نزلت من شعب مصر، كان ميعادنا امبارح الساعة 5 للتحرك لقصر القبة. 5 كنا عند قصر القبة، كنا المسيرات ابتدت، في ابتدوا من الساعة 2 وفي ابتدوا من الساعة 4، ووصلنا لغاية قصر القبة يمكن مخلصين الساعة 3 الصبح. كل واحد ابتدى يرجع بيته، وفي ناس اعتصمت والكلام ده كله عشان نعمل نوع من انواع التبادل. خليني اقول لك، الناس اللي هنا اللي كانوا عند قصر القبة غير اللي كانوا عند الاتحادية غير اللي كانوا في ميدان التحرير، كل ما بنقول على مكان الناس بتحتشد وبتحتشد بقوة فظيعة. ما عندناش حد بيقود هذا الموضوع، وما بنقولهمش انتوا نازلين عشان كذا، هم نازلين اصلا وعارفين من قدراتهم الثقافيه، من حبهم لوطنهم، من انتمائهم، ان هم نازلين للدفاع والاسترداد عن دوله مصر. فانا شايفه وأرية الاجتماع دوت اجتماع مهم جدا، ويمكن الاجتماع ده فيه نوع من انواع طمانينه للشعب. ويمكن احنا طلبنا منهم الصبح، يعني معلش احنا كلنا تعبنا بقى لنا من يوم الاحد واحنا في الشارع والدنيا حر عندنا في مصر جامد، لكن فاضل ساعات وتكون هو النهارده يوم العرس الكبير ويوم الفرحه الكبيره، فخليها تكمل على خير ونستقبلها كلنا مع بعض في الشارع. طيب دكتور مريم، احنا مش هنبعد كتير على اللي احنا بنتكلم فيه، وعايز اعرف من حضرتك تقييمك لخريطه القوى السياسيه الان، وهل يعني المعارضه انحصرت ما بين تمرد والبرادعي فقط من خلال اجتماع الفريق الاول السيسي؟ لا طبعا، هي ما اتعملتش كده، بس حتى انا قلتها في وسط الكلام، قلت انا مش في نزاع دلوقتي مين يمثل المعارضه. يعني لماذا هذان الشخصان تحديدا؟ هقول لك ليه. لان جبهه الانقاذ وهو مشترك فيها دكتور البرادعي، فجبهه الانقاذ فيها عدد من الاحزاب، تمام؟ بما انه يوجد عدد من الاحزاب بداخل هذا التشكيل من جبهه الانقاذ، وكل التشكيل ده يكاد يكون احزاب معارضه، إذن فهو هناك عدد من الأحزاب المعارضة اتفقت على تمثيل دكتور البرادعي، إن هو واحد منهم يطلع يتحدث باسمها. يعني اصطلحتوا على هذين الشخصين. بالنسبة لتمرد بقى، تمرد ماهش في سياسية. تمرد دي حراك شعبي. تمرد يعني دي شبابية. لجموع المواطنين. تمرد دي اللي هي الشباب اللي حسوا بالمجتمع بالانهيارات بالتعب، ان احنا قاعدين كنا في الشارع بنقول طب احنا نمشي الراجل ده ازاي، الدستور ده بيقول ايه، انت جعت وانا جعت وهنعمل ايه والكلام ده كله. فهي مش سياسية. ما اقدرش احصرها معايا بداخل جبهة الانقاذ، وما اقدرش احصرها معايا بداخل اي حزب. ليه؟ الناس فرحانة ان هي حراك شعبي. يعني من ضمن المناغشات اللي جات لنا امبارح، ويمكن انتهاكات، على فكره انا مش في جبهه الانقاذ، ولكن انا موافقه ان هي تتمثل الان. يعني انا ما اقدرش اعترض دلوقتي، لان انا في مرحله اخطر من ان انا ابتدي اتكلم في حاجه زي كده. فبالتالي تمرد بقى عندها مشكله امبارح، الناس افتكرت ان احنا مضيناهم على البرادعي. قلت لهم ما حصلش، تعال اثبت واقرا، ما حدش قال كده، لكن احنا صلحنا في الحوار بتاعنا وقلنا لاغلب القنوات اللي قدرنا نتواصل معها، يا جماعه ده يعني هو عامل مشترك ما بين جبهه الانقاذ وما بين بعض التيارات الاخرى اللي تواجدت في جبهه 30 يونيو. إذن وهذا الرجل برضو لا ننكر ان هو لديه بعض الشعبيه في الشارع، في ناس بتحبه في ناس ما بتحبوش، لكن حتى اللي ما بيحبوهوش سكتوا، ما فيش مشكله، لان احنا حاسين ان هو عارف الناس كلها نازله في قضيه اكبر واحدة. كمان